سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. عندي هنا هاد التويب هذا، بصراحه هذا ما عرفنا من كفاه من هو الوجه ديالو. غادي اول حاجه غنبدا بها غنبدا بالقوم. صافي البنات، عندي هنا واحد الدواره ياك، غادي نخيط هاد الدواره كامله. انا راه جاني القب محلول، نورمالمون ما خصوش يجيني محلول، خاصو يجيني مسدود، ولكن جاني محلول. عندي من تكين نسد القب ديالي هو الاول، نحيدو القب وديك الساعة تيبان شنو غنديرو. هذا قب مبطن، صافي البنات، هذا قب مبطن. شتو كيفاش كيجي؟ كيجي على هاد الشكل. مزيان. غادي ندوز نجي للجهه الاخرى. هذا مسدود، هذا دابا طبطين ولكن مسدود. هذا الطبطين مسدود، ملي كيكون عندي ثوب قب مسدود ما كنسدش كلشي، كنسد غير هاد البلاصه. هادي هاد البلاصه الطويله ما كنسدهاش، وهاد البلاصه اللي دايره ما كنسدهاش، حيت هاد البلاصه راه تلصق مع العنق. نسد هنايا، نسد هاد البلاصه هادي، نبدا من هنايا. يكون عندي القب ديال المونطو ولا ديال الجلابه، ماشي ديال الجلابه، القب ديال المونطو. المهم اي قب، اي قب ضروري كدوري فيه هنايا بديك 6 سنتيم في الكساره. ما كيبقاش هكا. شو مزيان بان ليكم. ها الاخر تاهو، شو دابا حنا بغينا هذا بيناه لداخل. صافي حنا بينا هذا لداخل، يعني شنو غندير؟ غادي نجي لهنايا، غنجي لهنا وغندير الوجه مع الوجه، الوجه مع الوجه. بحال هكا غنقسم هاد البلاصه المسافه الطويله على زوج، ويجيني بحال هكا. المهم يجيني هذا كبير، عرفتي علاش؟ حيت هذا خيط مخيط، هذا تخيط وهذا لا، داكشي اللي شاط غنقطعو. غادي نخيط هاد المسافة الطويلة بحال هكدا. أنا هادي الطريقة باش كنبطن صراحة، كل واحد كيفاش كيبطن القب ديالو. بديت من المنتصف ياك، نعاود نرجع للمنتصف. درنا هنا الوجه مع الوجه، الوجه مع الوجه، وكنخيط ديك البلاصه الطويله اللي تما قلت لكم. حاولوا بقاو ديروا بياسات صغار، ماشي ضروري تكون بياسه كبيره فاش تعلمي، بياسه صغيره وتبقي فيها الفصاله وتبقي فيها الخياطه، وماشي ضروري تكون عندك الماكينه عليه تفصلي عليه تخيطي. راه انا قبل يعني ما نبقى زعما قبل ما ندير السونتر عندي، كنت كنعلم البنات، كنت كنعلم البنات في المدرسه ديال المخزن، والله العظيم ديرها ليهم هكا زايدها ليهم وصافي. كانوا كيقراو عندي محاربه الاميه للعيالات، وزدت لهم بما انني كنت خياطه ديك الساعه، طلبوني قالوا لي علمينا شويه ديال الفصاله. والله العظيم البنات الا تعلموا تبارك الله العيالات. تخيلي كانوا كيجمعوا الكسوه كامله بيديهم، السروال كيتخيط باليد، واللي تعلمات الفصاله راه كتمشي اما كتمشي تشوفها على الماكينه، ولا كتمشي عند شي خياط كيخيط عليها. على الاقل بعدا كتكون هي فصلات شي لعبه ولا، يعني راه ماشي عذر ديال تقولي لا انا ما نطبقش، هي نتفرج وصافي ما عنديش الماكينه. بالعكس، ما عندكش الماكينه راه عندك صباعك، سيري شري ابره وخيط، خيط بجوج دراهم وابره ب 4 دريال، 4 شحال 44 ريال، خيطي كسوتك خيطيها، ماشي ضروري تكون كبيره، تكونها صغيره. المهم تعرفي راسك راكي تعلمتي. صافي البنات، انا خيطت دابا اش خيطت هاد المسافه الطويله هادي، شفتوها هاد المسافه الطويله خيطتها. دابا شنو غندير؟ غنقلب غنقلب القب ديالي بحال هكذا، وكنشوف اين جهه اللي انا باغا، اين جهه اللي باغا تبان، واش هادي ولا هادي. انا بغيت هادي اللي تبان، بغيت هادي اللي تكون في الفوق، يعني غادي ندير ليه بحال هكذا، وغادي ندوز واحد الخياطه
اللي كتفيكسي ليا القب باش ما يبقاش يلعب. انا باغي القهوه يكون لداخل اصلا. هذا كان هزته ندير واحد الخياطه اللي تفيكسي ليا القب. خلي شويه من القهوه يبان شوي شوي هي شويه ماشي بزاف وماشي تقريبا ربع سنتيم ولا المهم واحد شويه يبان داك القهوي وصافي. غادي نحاول هاد القهوي نديرو حتى في الجيب يجي زوين يجي اسورتي مع المونطو باش ما يجيش داكشي ما هوش. ايوا البنات هادي هي الطريقه ديال الخدمه ديال القب ديال الطبطين ديال القب. صافي كتخدميه بحال هكا كتمونطي مع البياسه. بين هاد التوب وهاد التوب تقدري ديري الجلد منين تكوني باغا تخيطي الخياطه الاولى تقدري ديري الجلد تقدري ديري الفرور تقدري ديري السيسفيفات تقدري انتي ولي بغيتي بين هاد التوب وهاد التوب. ملي تبي تخيطيهم في الاول كديري شي حاجه بيناتهم باش منين يتقلب التوب كيعطيكي باش منين يتقلب هكا التوب كيعطيكي داك الديكور. صافي هذا هو القبيب ديالنا نخرجوا ليه وديناتو. شوف كيفاش كيجي واعره كيجي فيني. بقات ليا هادي غندير ليها بحال هكا القبيب ديالنا على مزيناتو. صافي البنات ايوا دابا ندوزو للمونطاج. المونطاج ديال المونطو فيكسي هادي المونطاج ديال المونطو غادي نشوف باش غنبدا. الجياب انا اللي ما غنديرهمش حتى الجياب اللي غندير كيكونوا في الجلب خصني حتى تجي الكرينات ديال لي سياج. بالنسبه للجياب راه عندي في القناه. يلا بنات واحد الخطره صيفط ليا واحد قال لي علاش كتقوليها البنات حتى الرجال كيتبعوك. حنا قلنا الخياطه كاينوا فيها البنات. يلا هذا الوجه ديال المونطو. صافي اول حاجه غندير غنخيط الكتف هما الاولين مزيان. يلا غادي ندير الوجه مع الوجه غندير الوجه ديال البياسه مع بحال هكا. عطيه الثوب ما عنده وقفه ما عنده وجه ما قدهوش. غنخيط الكتف مع بعضياتهم هما الاولين بسم الله. ردوا البال لي دخلت لكم التقويره ديال لهنا مع التقويره ديال التركيز. ردوا البال البنات اللي شافوا الخساره ديال المونطو راه يفهموا اكثر. هذا مونطو بالضبطين بلا كارنيتو في القدام وكروازي. صافي البنات صراحه كيجي واعر في اللبسه خاصه الا درتي ليه شي ضيفات زوينين يا سلام. اش كديري تعاونيني طلعت لي هاد الماكينه في الراس والله فكره شي ماكينه تكون ما فيهاش الصداع. شنو هو داك الطرف الاخر و الشعيبيه تيك ما شديتو قطعتي شي كمان. طلعت شنو هو الطرف الاخر ها هو اصعب حاجه هو تش هو تشدي شي طرف وتمشي تفصلي فيه شي حاجه تفصلي فيه مثلا تشدي
شدي مثلا الظهر ولا سمو تفصلي فيه الكمام يسحب فيه انت غترفشيط تفصلي فيه الكمام. كانت وقعت لي واحد العام بصراحه وقعت لي مره واحده ديك الساعه باقي كنتعلم كان عندي ملحف جات لي واحد السيده واحد الملحف وبات فيه جوج بيجامات فصلت البيجامه الاولى ياك هنا راه كنخيط الكتف الكتف الاخر فصلت البيجامه الاولى ملي بين نفصل الكمام فصلت الظهر ملي بين نفصل الكمام جاني صغير ايوا صافي وبديت كندور في داك الثوب كندور ونعاود ندور زيت اكيد كرا يتما ديريها البرد كندور في الثوب هنا وندور فيه هنايا شويه وانا نطيح طحت في الطرف وانا نهز وقلت والله الا شوفي هذا شيط قداش نوع كاع ما شفتو ومشيت قطعت ليك الكمام ملي جيت كان ملي بيت نجمع انا من طبيعي ملي كنسالي البياسة باي باي نمسك كبوتك تلبس كبوطه ملي جيت كنقلب كنلقى راسي نقلب على الدار كنلقى راسي بانني راه فصلت الكمام في الدار شفتي خيطت هاد الكتف غنخيط هاد خيطت هاد الكتف وخيط الكتف الاخر دابا غادي نمشي نمونطي الكمام البنات المونطاج ديال الكمام عادي لحد الان مازال باقي خدامه عادي ما كاينش شي حاجه جديده ولا لا غارنيتور وهذا لا غارنيتور اللي غتجيكم جديده والقب كيفاش غادي نحطوه على داك على ديك لا غارنيتور غادي نقسم المنتصف ديالكم نص مع النص وغادي نحط انا هنا البنات خليت لكم كبير باغا نشرب صافي باغا نشرب مزيان نوريكم التشرب ما عرفتش علاش تليفوني ما كيزوميش ليا باغا نشرب ملي كان بين نشرب كنجرب بياسه التحتانيه وهاد الفوقاني هذا لكم كندفعو بصراحه ولكن ما كنشرب غير واحد شويه حتى كيجي لكم قد لكم حتى تيجي لكم قد البياسه هنا راه قدو غادي نعاود نقلب حيت دابا الكم راه كيتخدم هكذا وباش نقلب هاد الجهه باش نخيط هاد الجهه هادي ديما كنبداو من المنتصف طبيعي الحال كنهضر مع المبتدئات باش نخيط الجهه الاخرى ضروري كنشد البياسه وكنقلبها اش كيولي العكس كتولي الكسده يعني المونطو الفوق والكم هو اللي كيكون لتحت دابا غنولي ندفع لتحت ماشي الفوق دابا غنولي ندير العكس ندفع لتحت لتحت اش كاين الكم اللي كيدفع البنات ماشي البياسه عندكم دوت تمشيو تشربوا البياسه ما كتشربش البياسه ما عمرها كتشرب البياسه كتجريها ماشي كتجريها بزاف وين المهم المهم كتجري وصافي عادي شتوني راه شربت تنشربها واحد المسافه الفوقانيه شرب نقول لكم بس زوين هو انه الكليانه ملي كتبدا تحرك في كتافها شوفه كيجيش لا بليت لا حتى حاجه الكليانه ملي كتبدا تحرك في كتافها كتبدا تحرك فيهم باريحيه ما كيبقاش مازال مزيرها شي حاجه مزيرها خاصه اللي كتكون غليظه من داك اللحم ديال الكتاف ايوا البنات دابا غندوزو للمونطاج غندوزو للجناب الجناب غادي نشدها الوجه ديالكم هذا راهكم غندير ليه بحال هكا وغنخيط عادي غندير التركيز مع التركيز وكل حاجه كل حاجه غنخيطها مع اختها انا هنا غنحاول انني ندخل راه دخلت ليها في الثوب جاها مزيان هو هذاك ما جاهاش راه غنقص ليها لاحظوا بانني قد ديت التركيز درت التركيز مع التركيز الخياطه مع الخياطه ماشي غير كنجيو نخيط لا كندير كل حاجه مع اختها راه ما طلقتش التركيز شتو كي شاداه هنا نورمالمون الامام غادي خصني نركب ليه الجياب ما نركبش ليه الجياب علاش حتى تجي الكليانه دير لي السياج غنبدل دابا الغرزه غنخيط واحد شويه غنبدل الغرزه هبط صافي غنبدل الغرزه النمره 4 ولا 4 ونص اللي تجيني دغيا ساهله في الحلال صافي البنات وغادي نخلي نيت غنخيط هذا العبار هذا حيت هذه السيده هذه ما كتبيش العرض بزاف ولكن تبارك الله عامره داكشي علاش ما خيطتلاش واحد سنتيم كتبغي زعما البياس يكونوا شويه لاصقين وما خيطتش الجيب علاش حيت هذا الجيب هذا
اللي غندير ليها انا دابا كيتخيط في الجنب وانا الجنب يقدر يجيها الموندو يقدر تقول لك نقصي ليا وإلا مشيت تخيط ليها الجيب راه ما علاش غنقص ليها ما عندي ما نقص ليها صافي غيبقى يبقى عريض اللهم خليه يجيب هو الاخر البنات جيت لتحت وشديته بحال هكذا وغندير هكذا شوف شتي باش ما يكونش عندي ما يكونش الثوب داير ما يكونش الثوب ما يشدش ليا شحال هكا ديال الريتمون ديالي درت الغرزة ربعة سهلة تحل غادي ترتقى وغادي تحل ليا الغرزة ثلاثة لا صافي نفس الطريقة غندير هاد الجهة الأخرى نفس الطريقة غنخدم بها الجهة الأخرى غادي ندوز دابا لا كارنيتور وغتلاحظوا بأن التركيز شوف البنات ها شتي التركيز مع التركيز غندوز لهاد لا كارنيتور شوف البنات كتكون دايرة بحال هكذا ياك بحال هكا كي كتكون دايرة غادي نجيبها نجيب الطرف ديالها هاهي عرفتي في حطيتها كاع هنايا هاهي غنحط الوجه على الوجه الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الثوب بحال هكذا صافي وغادي نخيط ما غنخيطش هنا لا نخيط هاد البلاصه هادي غنخيط هاد البلاصه هادي حيت هذا غنخليه يتلصق فيه قب نخيط بحال هكذا غنرد النمره 3 ونخيط لا الوجه مع الوجه الوجه مع الوجه غنجي البنات لهنا لهنا في غنخيط بسم الله كندير الوجه مع الوجه غنخيط واحد السنتيم ديالي عادي وغادي نهبط بيه عادي حتى لتحت تبطين تبطين كامل كاع جميع التبطينات كلشي كيتخيطو بالوجه على الوجه الا ما بديش ديري هكذا كديري الباندا كديري الباندا ديال 7 سنتيم كتني على جوج وكتخيط كتني الباندا على جوج بحال دابا مثلا هذه باندا هذه مثلا الباندا كتنيها بحال هكا على جوج هكذا ياك وكتخيطيها حتى هي كديري بحال هكا الوجه مع الوجه الطبطين لا الطبطين كيكون كيتكون الكسوة ورقه وحده والطبطين كيكون ورقه وحده يقدر يجيني الطبطين قصير حيت اصلا ما فشرش ليا الثوب ماشي مشكله جاني قصير غادي نكمل ليه قصير المهم انا نخيط غير الفوقاني اللي مهم باش تفهموا شوف شحال خاصني دابا هادشي اللي خاصني غادي نزيد غنزيد طرف اخر شو غادي نزيد غير طرف اخر هنايا ما عنديش مشكل مزيان غادي نخرج دابا نفس الطريقه اللي درت وهي نوريك انا كنت كنخيط كنت كنهضر باقي لا سال الخيط نفس الطريقه اللي درت لهنا غنديرها لاخر ورجع معكم يلا البنات دابا غندوزو المونتاج ديال القب شوفوا البنات هذه خيطتها هكذا ياك غادي نخليها بحال هكذا نخليها هكا محلوله وغادي نجي للمنتصف ديال الظهر المنتصف ديال الظهر وغادي نحط القب ديالي النص ديالو غنحط الوجه مع الوجه انا هذا دابا غطبطينا نحط الوجه مع الوجه بحال هكذا وغادي نشد بالفنيته وغادي نخيط بحال هكذا نحاول انني نعاون بالفنيت ها كتبقاي عادي كتبقاي تجري فيه بحال كتخيطي نتوما ديروا الفنيتات ها خاص نفس البلاصه اللي وقف فيها هذا يوقف فيها الاخر ها وغادي نقلب شو ها وغادي نقلب وغنخيط غادي نخيط هنا عادي دابا غادي نشدهم بربعه هما نشد التحت والفوق والقب وغادي نخيط هذا راه كيوصل لينا الكتف هذا هاد الطبطين راه كيوصل لعند الكتف باش نقلبو غنفيني مع الكتف صافي وغنخيط هنا راه غيدا ليه السورجي من بعد حاجه وحده خاص البلاصه اللي خيطت فيها البلاصه اللي وقف فيها القب اللي وقف فيها هذا خاص تكون نفس المسافه نوريكم نفس المسافه اللي تكون هنا هي اللي تكون هنايا بحال هكذا هنايا
شتي نفس المسافه، يعني القب خصو يوصل ليا لهنايا، شتي خصو يوصل ليا لهنايا وغادي نقلب. شحال تحويش كره مازال قدام الباب لبسي شوفي مينا تحيد تحيد قدام الباب صافي غادي نخيط. انا باقي كنخيط في القب وانت حيتي بدي تقيسي تشميش شو المنطوبه زعما كنخيط في القب وجايه مولاد وحيدة جلاب طابت تقيس لا ما شدها كنملهيه في التصوير بنت لقيت السيده فاسخة جلاب هو واقفه عليا صافي غنخيط القب البنات ها هو شتو راه كاين في الداخل ردوا البال هنا يهرب لكم التوب راه كاينين الربعه ديال التوابات ربعة ديال الوراق زعما جوج ديال القب وواحد ديال المونطو وواحد ديال الطبطين شتو كيفاش ها بحال قلتي كنحط كنديروا الطبطي كنديروا كنديروا هذا كنحطوا القب على على الوجه صافي ودابا اش غندير غادي نقلب نحاول انني نقطع نقطع هاد القنات هادو وغادي نقلب ملي غنقلبها شوفوا كيفاش كيجي كيجي على هاد الشكل هذا خاص هادي تخرج شي وهذا هذا غيلصق مع الكتف ولكن خصني تا ندير السورجي خصني تا ندير السورجي لهاد البلاصه هادي غير هنايا هاد البلاصه اللي باينه خصني ندير لها السورجي تمشي مولاتو تقيس نايلة درت لقيت السيدة بحالا جلابة كتسنى فيا شتو كيفاش كيجي كيجي على هاد الشكل وهنا راه غنعاود واحد الخياطة فوق منو هادي الماكينة الماكينة مكتخليش ليا فين مكتخليش ليا فين فين نخدم يجي بحال هكدا يجي كروازي على هاد الشكل هدا مزيان المهم تا نكملو ان شاء الله وغادي هذا غادي نصورو ليكم دابا اهم حاجه هو انني غادي نمشي غندير السورجي لهاد البلاصه هادي البلاصه خاصها دير لها السورجي وغتنعس غنعسها بالخياطه وهنايا عاود ثاني غنعاودو كلشي بالخياطه كلشي هنايا غنعاودو بالخياطه حتى لتحت علاش باش ما تبقاش ليا هادي ما تبقاش هادي كتبدا تطلع وتنزل مزيان يلا البنات دابا حنا مونطينا القب صافي سالينا دابا شنو غنديرو غادي نعاودو هاد الخياطه هادي هذا هاد الطبطين هذا في الاول خيطناه بحال هكذا خيطناه بحال هكذا ياك نقلب لكم خيط بحال هكذا درنا القب بين البياسه وبين الطبطين وقلبنا باش يعطينا هاد الشكل هذا مزيان دابا شنو غندير خصني هاد الخياطه هادي نعاود عليها يا اما غنبدا من التحت ولا غنبدا من هاد التحت هذا بالنسبه لهذا رزت ليه هاد الطريفه هادي ها هي صافي وسورجيتو دابا شنو غندير غنجي وغادي نعاود خياطه وحده ولكن غندير فيها سنتيم وغنخيطها غندورها كامله على على هذا غنحاول باش ما يبانش ليا التحت ما يبانش ليا الطبطين صافي غادي نمشي خياطه وحده غنمشي خياطه وحده حتى حتى نوصل عند العنق Thank you.
البنات احنا دابا نعسنا الخياطه، شتي ملي كتنعس الخياطه هذا حتى هو كينعس هذا حتى هو صافي ما كيبقاش كيتفيكس ما كيبقاش مازال يتحرك. وزيدون هذا كاين اللي كيدير ليه الفيزلين، كاين اللي كيلصقو من هنايا، انا ما كندير لا فيزلين لا حتى حاجه، كيفيكسيو غير هذا العيون الصيف صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا باش ما يبقاش هكذا، هاد الطبطين باش ما يبقاش هكذا غير لصقوه في الكتف، نلصقوه هنايا كتستيعه في الخياطات باش ما يبانش راه لاصقه في الخياطه، راه الا قلبتي الكتف راه ما كيبانش لاصقه، باش ما يبقاش يجي ليك هكا يبقى يطلع لك ليانه يلصق ليها في لصقلها في عنقرطها ولا كيلصقها في الخياطه ولا شديه بالبرا والخيط ولا المهم كيف ما درتي ليه كيف ما درتي ليه راه مزيان. ديريها غريزه اي شي حاجه صافي. دابا بقات لينا بقينا لوغلي الكميمات والتحت ديال المونطو مولاتو قالت لك زيدي زيوري زيدي زيوري غندخلوا لها فيه شويه في الخياطه غير في الخياطه ونخليه ما تعرفي تغلاضي الله يحفظ اليوم غلاضيتي غلاضيتي جي 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 نحلو. شوف البنات انا غادي نتنيه وحده نتنيه وحده غلاضي تيجي نحلو ضعفتي انا غنخلي لك فيه اتساعه ما مقطعش اصلا داكشي اللي يتزاد لداخل ما كنديرش انا الخياطه نهائيا ديال الزوج وحده هي راه هذه لكم كتكون عريضه باش كتجي بحال الشكل ديال الباندا كتجي زوينه كتجي عاطيه المنظر. نفس الطريقة غندير هاد الجهة الأخرى نهار تولو دخلو البرا وما يبقاش يبان ليكم فين سيرو شدو التقاعد. أنا صافي عادي كندخل 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 في العين وكنلقى راسي كنزقل عادي تبارك الله. أنا راه عندي القرب كان عندي القرب مخير من نهار دخلت للخياطة وأنا كنضصص والله العظيم عرفتي منين يلاه كنت كنتعلم كان اللي بيدخل شي برا انا منين كيعيط ليا ولي دابا وليت كن نفس الطريقه الجهه الاخرى حتى هي يلا البنات دابا هنا غنجيو للعطفه عادي غادي نرد هاد الطبطين لهنايا وكاينه طريقه اخرى صراحه باش كتخيط هاد البلاصه ولكن انا ما درتهاش غادي نخدم غير عادي كاينه طريقه اخرى ان شاء الله حتى تجي شي فرصه نوريها لكم كيفاش كنفينيو البياسه الا فيها الطبطين الا فيها هاد الكارنيتو هادي كنديروا لا كارنيتو قصيره وبحال قلتي المهم تنوريها لكم ان شاء الله. كتكون عندي ديك الطلعه كنفخ الثوب وكنخيط عادي شتي وكنجر بس ضروري كتجي من هاد الخياطه مع الخياطه كنمشي بهاد الطريقه هادي حتى كنكمل كنفخ بحال قلتي كنخلي هذاك الفوقاني كنشربو ما
جاتش لي خيبة يا سمعت البنات كنحاول كنشرب ها ها ما بغيتي عزي انت ليك تحط عليها العين انا هذيك فهمتي ما كتبينش ما كتستر صافي كنبقى بنفس الطريقه كتبين والو هذاك داك الموديل ما كيبين والو بنات راه كنهضر مع واحد السيده راه كنهضر هكا وهكا كنصورو كنهضر كنصورو كنبيعو نشد هذاك الموديل ديال التقطيع ما كيبينش الفورمه نهائيا كاع كيجلي الفورمه صافي قررت نسالي حاجه واحده هو انه نفس الطويه اللي طويتينا طويها تما باش ما تجيكش بلاصه طويله وبلاصه قصيره بعض المرات واخا كطوي قد قد كديها حتى المول المصبانه وكيجبد لك هو واحد البلاصه كيجبد لك مثلا واحد الجهه بزاف وكتصدق كيجي كيجي قصير ولكن ماشي مشكل كتقديو صافي هنا ما خش يخرج حاولوا باش ما يخرجش لكم هذا دخلوه دخلوه فوتو شويه لداخل باش منين تبي ديري لا ريتمو يلا يلا كيخرج كيتقاد شتي ما خصوش يخرج نهائيا ندير واحد السيده هادوك هادوك راه خصني نقصهم ليه عرفتي شحال جايه شهرين وما عندي تما حطاهم بقات لي انا هاد البليصه هادي صافي وحنا كملنا المونتو ديالنا غنهين نزيد نسانتري ليها الجناب نوريكم نيت كيفاش كيتسانترو الجناب الا بغات الكليانه تزير غادي نجي نضرب التليفون غنجي لداخل السيده التركيز عندها مزيان عندها كلشي مزيان بغات تسانتري غير هاد البلاصه هادي هنا في هنا في باب الدخول يعني غندخل لها هنا هي شويه غادا وكنقص كنقص حتى حتى ندخل في الحوض انا دابا مع تعودت كنخدم بلا عبار نتوما ديروا تراسيو الحاجه قبل ما تخدموها التركيز راه عندها هو هذاك ما نسوش ليه راه ما نسيتش ليه التركيز هذيك الخويا ديال الدار خاصني نحيدها ليها ندخل ليها شويه فيه باش يتزيو اصلا الثوب راه بحال شويه كيتجبد صافي البنات سالينا دابا بقات لينا المرحله ديال العيون ان شاء الله تنقاد ليه العيون ديالو نديه نصايب ليه التعوينات ونلصق ليه الصليفات وتشوفوا الشكل النهائي يلا بنات هذا هو الشكل النهائي ديال المونطو المهم طاست على الصيف اما نورمالمون كروازي كيكونوا الصيفات هنا وهنايا صافي ها القبيب كيجي على هذا الشكل هذا القبر راه مغلف صافي وفيه الكروازي هابطه حتى لتحت مزيان كميمات درتهم عاديين كميمات عاديين صافي البنات يلا السلام عليكم.